جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل تحية المسجد تصلى في كل وقت عند دخول المسجد أم لا تجوز في بعض الأوقات مثل بعد العصر وبعد الفجر والأوقات التي نهينا عن الصلاة فيها؟ جزاكم الله خيرا. هذا مثل ما أسلفنا أن العلماء على فريقين في هذه المسألة. الكثير منهم على أن صلاة النوافل لا تصلى في وقت النهي ما عدا ركعتي الطواف، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار. ما عداها من النوافل فإنها لا تصلى إلا قضى ركعتي الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الفجر فسأله فقال إنه لم يصلي الراتبة قبل الفجر فأقره على ذلك، وهذا من باب القضاء للفائت. هذا قول. والقول الثاني أن ذوات الأسباب تفعل مطلقا في وقت النهي وفي غيره عند حصول أسبابها، مثل صلاة الكسوف، مثل تحية المسجد، مثل ركعتي الطواف، مثل ركعتي الوضوء، ركعتين اللتين بعد الوضوء. قالوا إذا حصلت هذه الأسباب فإنها تصلى الصلوات المربوطة بها لعموم أمره صلى الله عليه وسلم بذلك، وأنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد ألا يجلس حتى يصلي ركعتين؟ قالوا هذا عام في كل الأوقات، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الكسوف: كسوف الشمس والقمر، فإذا رأيتم منهما ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. قالوا هذا عام، والأولون قالوا هذا عام مخصوص، هذا عام مخصوص بأوقات النهي فلا تفعل فيه. وعلى كل حال الأمر في هذا واسع. نعم.